بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الأولى إعدادي نستأنف مع غيدي جان في ديفير أون يوتيليزون أن كانوفا. إذا نستأنف مع الصفحة رقم 14. قبل الاستمرار في الأجوبة عن الأسئلة لا بأس أن نذكر بهذا السؤال. كونت أون نيكخي أن في ديفير أ كوا دواتون بونسي؟ كونت أون نيكخي أن في ديفير، عندما نكتب أن في ديفير أ كوا دواتون بونسي، في ماذا يتوجب علينا التفكير؟ à quoi doit-on؟ عندنا الفيرب devoir، devoir يعني توجب، à quoi في ماذا، doit-on يتوجب علينا penser التفكير، عندنا penser يعني فكر، اذا المقصود هنا التفكير. اذا عندما نريد ان نكتب نصا من هذا النوع فما هي الاشياء التي علينا ان نتذكرها ونضعها نصب الاعين ونضعها في حسباننا؟ quand on écrit un fait divers، عندما نكتب خبرا متنوعا، on doit penser à mentionner، يعني يجب علينا ان نفكر في الاشاره، on doit penser، يجب علينا ان نفكر، on doit penser، يجب علينا ان نفكر، à mentionner في الاشاره، mentionner يعني انك تشير الى شيء. إذن on doit penser à mentionner، يجب علينا أن نفكر في الإشارة clairement يعني بشكل واضح، نقول عن شيء clair يعني أنه واضح، clairement بشكل واضح، l'ordre chronologique علينا أن نشير بشكل واضح إلى الترتيب الزمني des événements للأحداث، et veiller à ce que le lecteur puisse répondre. طبعا veiller يعني أن تسهر، المقصود هنا أن تحرص، وأن تحرص à ce que le lecteur، وأن تحرص بحيث أن القارئ، à ce que le lecteur puisse répondre يستطيع، عندنا le verbe pouvoir، éveiller à ce que le lecteur puisse répondre، وأن تحرص بحيث القارئ le lecteur، وأن تحرص أن يكون القارئ بمعنى آخر puisse répondre يستطيع يجيب. إذن علينا أن نحرص على قضية أن يستطيع القارئ لهذا المقال أن يستطيع أن يجيب. Et veille à ce que le lecteur puisse répondre facilement. إذن علينا أن نحرص، علينا أن نحرص أثناء هذه الكتابة على أن يستطيع القارئ لهذا الذي نكتبه أن يستطيع الإجابة بشكل سهل. إذن à ce que le lecteur puisse répondre facilement aux questions. إذن علينا أن نحرص بأن يستطيع القارئ على الإجابة بشكل سهل على الأسئلة. أشنا هي الأسئلة؟ كي، من، من المقصود بهذا الكلام؟ هذا الذي تكتبه من المعني به؟ كوا، ماذا، ماذا حدث؟ مثلا كون، متى، متى حدث هذا الأمر؟ مثلا نذكر الزمن، أو أين حدث هذا الذي نتكلم عنه، ونضيف مثلا pourquoi، لماذا حدث هذا، إلى آخره. إذن rédiger un fait divers en utilisant un canova. طبعا في السؤال الأول عندنا اللي صفي divers et répond aux questions qui، quoi، quand ou pourquoi. لي صوفي، اقرا هذا الحدث ديفير المتنوع، لي صوفي ديفير، اقرا هذا الحدث المتنوع، اغيبون ثم اجيب، او كيستيون عن الاسئله، كي، من، كوا، ماذا، كون، متى، او اين، بوركوا، لماذا. فيما يخص السؤال الاول كي، اذا سنتكلم عن، اذا المعني بالامر هنا اون مامون دو 31 اي 3 انفون، إذا نتكلم عن أم ذات 31 سنة وثلاثة أطفال. نتكلم عن النوريسون يعني رضيع، طبعا كما نرى بأن كلمة رضيع تعني البنت والولد، إذا تأتي مذكرة النوريسون، إذا كما عندنا هنا اون فيات، إذا نتكلم عن بنية دان موا ذات الشهر كما قلنا فيما سبق، دو زونفون ثم طفلان دو كاتر إن أفون، ثم طفلان ذوي 4 و 9 سنوات، ثم دي بوليسي، طبعا تكلمنا
عن من الأشخاص، من المعني بالأمر، ثم ذكرنا الشرطة parmi eux، من بينهم un policier ancien pompier de Paris، من بين هذه الشرطة التي لم نحدد من هم بالضبط، بينهم شخص معني بالأمر، طبعا لأنه تقدم وأنجد الإبنة وأنجد البنية. إذن parmi eux، من بينهم un policier، إذن هناك شرطي ancien pompier de Paris، إذن نتكلم عن رجل إطفاء سابق بباريس. ثم عندنا كوا، كون أو بوركوا. طبعا فيما يخص كوا، إذا نتكلم عن أن بوليسي، أنسيا بومبيي، إذا نتكلم عن شرطي، رجل إطفاء قديم، صوف، هذا هو المهم في هذا الشيء، صوف يعني أنه، سلوفير صوفي، صوفي يعني أنك تنقذ، إذا صوف، إذا نتكلم عن شرطي، صوف النويسون، إذا ينقذ رضيعا، أون لوي براتيكون دي ماساج كاردياك، إذا مطبقا، كيف أنقذه؟ كيف أنقذ الرضيع؟ أون لوي براتيكون دي ماساج كاردياك، مطبقا عليه تدليك قلبي كما لو نقول. ثم عندنا كون، متى؟ متى حدث الأمر؟ طبعا لو ميركودي 10 فيفري، إذا حدث في هذا التاريخ كما رأينا في النص. ثم عندنا أو، أين حدث هذا؟ إذا حدث أكولومي أون ريجيون باريزيان، إذا نتكلم عن منطقة كولومي بالضواحي الباريزية. ثم عندنا بوركوا، لماذا حدث هذا؟ لو بوليسي أبخاتيكي دي ماساج كاردياك باسكو لا إستيمي كو سون سو جيست دو بومبي سوكور لو نوريسون سوري مور أفون داريفي أ لوبيتال. إذا لماذا حدث هذا؟ لماذا تقدم الشرطي بهذه التدليكات القلبية للرضيع؟ إذن كما نرى هنا لو بوليسي أبخاتيك دي ماساج، إذن الشرطي طبق هاد التدليكات، إذن لو بوليسي أبخاتيك دي ماساج كاردياك، إذن الشرطي طبق تدليكات قلبية بارسو كيل أستيمي، لأنه قدر، لو فير استيمي يعني أنك تقدر شيئا، مثلا ممكن أنك تقدر ثمن شيء، إذن نتكلم عن استيمي، ومن الاستيماسيون يعني التقدير، ومن كلمة الاستيم يعني تقدير الشخص، أن تقدر شخصا وتعترف بقدره مثلا، باسكي لا استيمي لأنه قدر كه بأن سون سو جيست دو بومبي سوكور، لأنه قدر بأنه بدون هاد الحركات لرجل إطفاء المنقذ ماذا سيحدث إذا لم تحدث هذه الحركات؟ المقصود التدليكات القلبية، لو نوريسون سوري مور، إذن الرضيع سيموت سوري مور، يعني أنه سيموت أفون داريفي أ لوبيتال، قبل الوصول إلى المستشفى. هذا الشرطي قام بهذه التدليكات لأنه رجل عنده خبرة، بحكم أنه كان رجل إطفاء سابق، نتكلم هنا عن بومبي سوكور، إذا نتكلم عن رجل إطفاء منقذ، إذا طبعا هو يعرف هذا الأمر ويعرف بأنه بدون التدليكات على الرضيع أو في الغالب سيموت قبل الوصول إلى المستشفى. السؤال الثاني كما نرى عندنا أتون تور، كما لو نقول بدورك، جاء دورك أنت لتقول شيئا، أتون تور، غيديج أن في ديفار، أكتب نصا مختلفا، اكتب نصا متعلق بخبر مختلف، اون سويفون متابعا سوكانوفا متابعا هذا التصميم، اي اون تنسبيرون كما نقول مستلهما دو لا دو سي تيتر، مستلهما كما نقول من واحد من هذه العناوين. اذا طبعا من حيث الخطه ستتبع الذي راينا، اذا اتون تور غيديج ان في ديفا اون سويفون سوكانوفا، إذن أكتب خبرا متنوعا متابعا سوكانوفا، متابعا هذا تصميم ولكن en t'inspirant de l'un de ces titres، ولكن en t'inspirant de l'un de ces titres، ولكن مستلهما كما نقول من واحد من هذه العناوين. المقصود أنك من حيث الخبر ستتبع للعناوين التالية، ومن حيث الخطة ستتبع النص الذي ذكرنا. إذن مثل العناوين المذكورة، Un bonbon de gaz explose dans un appartement
اوغوزمون فيد. اون بونبون، طبعا نتكلم عن قنينه سواء كانت زجاجيه او من فولاذ ولكن عندها عنق ضيق. طبعا نكتب بونبون او نكتب بونبون، نكتبها بام او بان، الكتابتين صحيحتين. اذا نتكلم عن قنينه غاز، ان بونبون دو غاز اكسبلوز، تنفجر. عندنا لو فيرب اكسبلوزي، اكسبلوزي يعني انفجر. دون ان ابارتومون، قنينه غاز تنفجر في عماره. اوغوزمون كما نقول لحسن الحظ فيد، لحسن الحظ هذه العماره كانت فارغه. اذن هذا عنوان لخبر كما نقول من نوع فيديفير. ناخذ هذا العنوان ونكتب ما يوافقه ولكن بخطه النص السابق. ثم ان شاريفي سان ماتريس alors que sa maison est en feu. ان شاريفي، اذا قط يوقد من النوم. سان ماتريس يوقد سيدته alors que sa maison est en feu، في حين ان منزلها يحترق. السيده كانت نائمه في حين ان منزلها كان يحترق، لكن القط أسرع على إيقاظها. إذن أن شاريفي سا ماتريس alors que sa maison est en feu. ثم عندنا أن جون غارسون صوف أن بينور كي ألي سونوي. أن جون غارسون كما نقول شاب، صوف سي لو فيرب صوفي. إذن صوف يعني أنه ينقذ، أن بينور يعني سابحا. نتكلم عن لو فيرب بيني، نتكلم عن لو فيرب بيني يعني فعل سباحة. كي ألي الذي كان يسير كما نقول كي ألي سونوي الذي كان سيغرق. عندنا لو فيرب سنوي المقصود به يغرق. اذا طفل شاب كما لو نقول ينقذ سابحا الذي كان على وشك الغرق. نستأنف في الحلقه القادمه، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.